في شواطئ بورسعيد انتشرت صور على السوشيال ميديا لزبد البحر. دي ظاهرة طبيعية بتحدث لتنظيف مياه البحر من الشوائب والمواد العضوية، وبتكون على شكل رغوة خفيفة كده لونها أبيض على البحر. يعني المصيفين وثقوا الظاهرة دي ونشروا الصور على السوشيال ميديا، وابتدى بعضهم بقى يسأل إيه الحكاية، تفسيرها إيه. خلينا نعرف مع بعض في التقرير. شهدت شواطئ محافظة بورسعيد ظاهرة تعرف باسم زبد البحر، الذي يشبه الرغوة البيضاء بنسبة متفاوتة ما بين الرقيقة والكثيفة، وتعتبر ظاهرة من تدبير الله لتنظيف البحر، حيث تحدث نتيجة امتزاج شديد بين ما تحمله مياه البحر من شوائب ومواد عضوية وأملاح ونباتات ميتة، مما يؤدي لتشكل رغوة خفيفة لكنها تمتد أحياناً لمسافات طويلة وبكثافات مختلفة. دهشة كبيرة أحدثتها ظاهرة زبد البحر بين رواد الشواطئ في محافظة بورسعيد على امتداد البحر المتوسط، إلا أنها لم تكن سبباً في التأثير على السياحة أو الصيد، كما أنها غير ضارة نهائياً ولم تحدث أي أذى بالمصطفين، خاصة أنها ظاهرة تحدث في فترات على شاطئ بورسعيد ولكن بنسب أقل عكس هذه المرة، فالنسبة مرتفعة عن الأعوام السابقة. وحرص رواد الشاطئ على الجلوس وسط الزبد والتقاط الصور التذكارية بالتزامن مع استقبال شاطئ بورسعيد للآلاف من المواطنين، وانتشرت الصور والفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي. وزارة البيئة أكدت أن زبد البحر الذي ظهر على شواطئ بورسعيد لا يشكل أي مشكلة نهائياً، وسيختفي تماماً مع حركة المد والجزر.